طيب ناخد اتصال بعد. استاذه سهير، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أكلم الدكتور لو سمحت. اتفضلي اتفضلي يا استاذه سهير. بص حضرتك، أنا عندي 65 سنة وباخد، عندي سكر وعندي ضغط، وحصل عندي التهاب في رجلي، بس ده كان من فترة طويلة قوي، وعملت كنت هغير مفصل، والدكتور لقى طبيب ما عملش المفصل، فباخد علاجات عشان الالتهابات بتاعت رجلي. دلوقتي رجلي ابتدت اتحرك او احطها على الارض، مشط رجلي كله بيوجعني، وبدا يبقى في حمار بزرقان في قصبة رجلي، ومش قادره ادوس عليها، واي حاجه تلمسها بتوجعني طبعا وجع جامد. السكر مش بالظبط، العلاج اللي باخده لرجلي زود وزني قوي، ما بقتش قادره امشي كمان، يعني وصولي للحمام بنهجان بعرق بسقعه كده، دي الحركه بتاعتي اقصى حركه. فالدكتور قال لي انت عندك التهاب خلوي، اخد علاج للالتهاب الخلوي، برضه ما فيش نتيجه لاني وزني بيزيد، والسخونيه في جيلي الحراره توصل 38 ونص وتنزل مع العلاج اللي باخده. طيب السكر الصايم كام سعره؟ وطبعا ضغط، وعندي ضغط وعندي دكتور في شرايين القلب. ألف سلامة. أه سيادتك، الله يسلمك. السكر الصايم بيطلع كام؟ 170 170. والفاطر يعني بيعدي 200 وكسور بقى، يعني ممكن مرة 300 وشوية، قبل كده بقى كان يعني 230 213 ماشي. 220 وزن كده. سيادتك، وزن سيادتك كم كيلو تقريبا؟ وزني بعد العلاجات اللي أخذتها دي 96، 96. وطولي 156. حاضر. حضرتك قبل ما تاخدي العلاجات دي كان وزنك كام؟ قبل ما تزيدي كنت قد ايه؟ لا قبل ما اخد العلاجات دي خالص انا كان وزني حوالي 65 70 يعني سيادتك حطيتي 30 يعني. كيلو اه في قد ايه يا فندم؟ انا باخد كده العلاجات دي اكتر من 3 شهور. يعني عايزه تقولي لي سيادتك حطيتي 10 كيلو كل شهر؟ مش كلام يعني غريب شويه؟ لا لا هو فعلا حقيقي، لان طيب كمان طيب انا ما بتحركش لا من حول والاكل سيادتك، قليل. لا مش اكل، مش اكل. اتفضل. في ورم في وش حضرتك وانت قايمه من النوم؟ لا بص اقول لحضرتك، هو مش ورم، هو في ورم اه في وشي بس مش بيبقى كتير، لكن بس انا عندي، عشان عندي تضخم في الغده الدرقيه الناحيه اليمين اه ما انا لسه، دي ما انا كانت داخل يعني، انا عاوز اقول ان الوزن اه الزياده ده ليس ناتجا عن تكوم الشحوم في في الدم في الجسم، ولكن هو قد يكون شحوم الى جانب ميه وملح وحاجات تانية سببها غدد صماء، يعني تخن غير طبيعي، مش تخن، دهون. واصله لحضرتك الفكره؟ في ورم في الرجلين بس. معلش يا ريت بقى ايه السؤال اساله ترد عليها بكلمه واحده لو سمحت. انا سمعت سيادتك لان سيادتك ذكيه ما شاء الله، مقدمه الحاله كويس. الله يخليك. حضرتك الرجلين فيها ورم؟ ايوه. واحدة ولا الاثنين، ولا الاثنين واحدة أعلى من التانية؟ الاثنين الاثنين، بس اللي فيها الالتهاب أعلى شوية، طيب اللي بس فيها الاثنين الالتهاب، ورمي. اللي فيها الالتهاب فيها تغير في اللون اللي هو الأحمر على أزرق صح؟ أيوه أيوه وتحس إنها دافية شوية عن الناحية التانية. دافية والكف بيبقى ساقع، يعني القصبة كلها دافية، الكف بس بيبقى ساقع الرجل وأسفل. بقى السليمة اللي ما فيهاش التهاب تضغطي عليها كده أيوه. تغرز؟ اه بتغرز، واشيل ايدي بعد شويه لما ترفع تاني المكان. طيب الغرزه دي يبقى عمقها قد ايه؟ يعني لا مش كتير، بس هي واضحه ان هي ورم، اه يعني يعني نقول بتغرز نص مسافه سنتي كده. مثلا، نص سنتي. ممكن اه طيب ما هو ده في اختزام ميه. القلب في مشكله فيه في القلب؟ اه انا عملت قسطره. لا كل الناس عندهم قلب قسطره، في هبوط في القلب. ايوه العضله ضعيفه. اه ولا سبب؟ نساتك بتقولي بنهج وانا ما بمشي اروح التواليت. طب بص يا فندم، احنا دلوقتي بتاخدي انسولين للعلاج مش كده؟ بتاخدي حضرتك مرين حقن؟ ثلاثة وفي الجوكيش. بتاخدي للعلاج السكر بتاخدي له ايه؟ مرين ثلاثة وفي الجوكيش. وجلوكوفاج. طيب بص يا فندم، هو الجلوكوفاج والامريل ما بيتخنوش انجت الصراحة قوي. التخن ده انا حاسس ان هو سببه اسباب تانية، فلازم هتعملي لي تحاليل عشان نعالج صح. واحد، هتعملي نسبة الزلال في البول. اتنين، نسبة الزلال في الدم ووظائف كده لما كنتش عملتيها.
بس اعتقد لازم تكون عملتيها بولين او كرياتينين. حضرتك عيدي الحلقه تاني وسجلي الكلام ده. نمره 3 وظائف الغده الدرقيه اذا سمحتي. مش هزود عليكي قوي كده، ولكن نبدا بعلاج الالتهاب الخلوي. مش هينفع معاكي حبوب، هناخد حقن، وليكن تاخدي حقن اوجمنتن 625 مللي جرام حقنه حضرتك الصبح حقنه بالليل عضل او وريد لمده 3 4 ايام، هينزلوا ده بسرعه وهيظبطوا لك السكر. وبعدين نكمل بالاوجمنتن حضرتك 1000 مللي جرام حبايه الصبح حبايه بالليل، نكمل 10 ايام، اتصل بيها الاسبوع الجاي، وعلاج سيادتك هيقعد معايا شهرين ثلاثه حته بحته كده مفكها. الف سلامه. شكرا عليك. شكرا استاذ سهير بالشفا ان شاء الله، وبالنور.